ما حصل. نعم. ما هي الأسلحة التي استعملتها طهران نعم. البارحة لمهاجمة تل أبيب، ولماذا هذه الأسلحة بالذات؟ حط لنا السيدة المعدة شاهد 136 وهي أصغر الطائرات الانتحارية الإيرانية، عندها هذه مجالها تقريبا 2500 كيلومتر، تحمل 50 كيلوغرام من المتفجر، وهي ربي نستنيه في الكونفيرماسيون الأسلحة، والأسلحة راهو تتعدى في الديجيتال، مانيش نحكيه على ضرب أو قتلة، نستنيه في الكونفيرماسيون شنو نوريكم الأسلحة. تفضل سيد العميد. على كل حال هي نفس اللي استعملها بوتين للقضاء على المدرعات الأوكرانية، وهو سلاح ضارب وقاتل، هو بطيء في الحقيقة، ولكن التداعيات نتاعو كما قلت لك بسيكولوجية واستراتيجية أكثر منها حاجة أخرى. إذن شاهد 136 نحضر الرقم هذا. ثم استعملت صواريخ مجنحة، صواريخ مجنحة يعني صاروخ يمكن التحكم فيه عبر الأقمار الصناعية الإيرانية. نعاود راهو صواريخ اليوم الناس كل تعمل في الجي بي اس، وتعرف الدي جي بي اس توقفوه في العالم غادي في الشرق الأوسط يعني خوفا من استعماله من طرف الإيرانيين، لكن الإيرانيين اتضح أنهم يسيرون صواريخهم بقدراتهم الذاتية، يعني أصبح لهم اليوم أقمار صناعية معناها في الفضاء يتمكنوا من خلالها إيصال الصواريخ نتاعهم إلى أهدافها. إذن هو هجوم مركب فيه هذه يعني المسيرات الانتحارية، طائرات من دون طيار انتحارية، فيه صواريخ مجنحة وفيه صواريخ باليستية اللي ضربت القاعدة الجوية الأساسية اللي خرجوا منها الطيران اللي ضرب. معناها هو هجوم مركب، لكن قلت لك هو في شكل فقط. به نرجع لشاهد 136 واللي تابعوا فينا على الديجيتال. شكرا إيمان. يعني شاهد 136 وزن الرأس الحربي بين 30 و 50 كيلوغرام، الطول 3.5 متر، المدى الأقصى 2500 كيلومتر، السرعة القصوى 185 كيلومتر في الساعة، ودخلت للخدمة عام 2021. نعم. الخاصية متاحها كونه الرادارات ما تشوفهاش. يعني القبة الحديدية تصبح غير فعالة أمام هذه الطائرات. علاش؟ لأن تطير في مجال منخفض جدا، وتعرف الرادارات تشتغل في حد معين باش تشوف الأهداف، لابد الأهداف ساعة تكون كبيرة، تكون عندها وتكون في علو عالي. إذا كان هذه، لكن كيفاش الإسرائيليين عرضوا لهم؟ عرضوا لهم بواسطة الطائران، الطائران المقاتل. تعرفوا الطائرات هذه F-35 لما يعني تصعد في الفضاء نجم نتعامل مع 40 هدف في نفس الوقت، كل طائرة وحدها راداراتها يشوف الرادار طائرة بما أنه عالي يشوف أحسن من الرادار الأرضي ويقادر يدفع. إذن هم الإسرائيليين التجأوا إلى يعني تسيير طائرانهم في الفضاء لما وصلت يعني هذه المسيرات الإيرانية وصلت إلى الفضاء الإسرائيلي، طلعوا طائراتهم F-35 F-22 و ضربوا عدد كبير من الحقيقة، ضربوا عدد كبير من هذه المسيرات، لكن تفاجئوا بعد أنه لم تكن وحدها، كان فقط غطاء لمرور الصواريخ البالستية، لأنك أنت لما تولها تتلها بالرد على هذه المسيرات الأخرين السرعة تاعهم كبيرة وممكن يوصل الأهداف تاعهم. وهذا ما صار. علاش هو تكلم قال 99%، أكل 1% هذاك مضر ومضر جدا وكانت كان له وقع. إذن العملية كما قلت لك عملية مركبة ولكن لها تداعيات عسكرية كبيرة جدا، لأنه نرجع تولى التاريخ، أشكون ضرب إسرائيل قبل المقاومة الفلسطينية الباسلة والمقاومة اللبنانية؟ من ضرب عمق إسرائيل؟ صدام حسين فقط. فقط. بصاروخ سكوت. بش نخليه له كلمة وجزء خاص به صدام، لأنه أول من ضربه قلنا الشاهد 136. نعم. وسجيل الصاروخ هذا سجيل اللي هو سجيل والصاروخ يعني هذايا قادر يعني يوصل كيف كيما الاخرى 2500 كيلومتر، وزاد كيف كيف يعني قادر انه يقطع 17000 كيلومتر. يعني في الحقيقه استعملت اقل ما عندها. راهي الترسانه الايرانيه فيها عدد كبير من الصواريخ الباليستيه لتوصل حتى 10000 كيلومتر، وعندها حتى صواريخ فرد صوتية اللي لا يمكن إيقافه بأي حال من الأحوال. الفرد صوتي له 5 مرات سرعة الصوت، هذا القبة الحديدية غير قادرة على التعامل معه ولم تستعمله إيران. عش قلت لك راهي رسالة، خاطر كان جاو ناويين يضربوا ويحطموا راهو ضرب وحطم، أما هو ذكي لأنه يعرف كان يضرب يحطم باش يصير تصعيد ويمشي وين يحبوا، باش إسرائيل تهز إيران حيث لا تريد، لكن إيران
تختار الوقت، لأن إيران الآن بصدد التحضير للمستقبل، تحضير الرؤوس النووية شغال عليها، وخاصة اليوم لفيكتور اللي هم الصواريخ الباليستية اللي ممكن تهز الرؤوس هذه. يضم الوقت لم يحن، عندهم باش يدافعوا على روحهم، عندهم باش يعاونوا محور المقاومة، عندهم باش يؤذوا إسرائيل، عندهم صنعوا كما الكماشة اللي أطبقت على إسرائيل، ولكن الذكاء الاستراتيجي نتاعهم خلاهم يدرسوا بالضبط ما يجب عمله. يعني نضربك ونخليك في حيرة، ترد الفعل ما تردش الفعل، وسننتظر. يعني أنا متأكد أن إسرائيل لن ترد الفعل. ليش؟ لأنه المرة هذه كانت درس قاسي استراتيجيا. إذا نتكلم على الأسلحة، راهو اليوم أعطتها نبذة عما تستطيع أن تفعله. مسيرات وصواريخ مرت فوق الكنست ولم تضربها، ومرت فوق مفاعل ديمونة، وهي لو ضربت هذا المفاعل هو مفاعل نووي يعني باش تصير تشيرنوبيل عسكريا. سماح بالله عسكريا، سؤال سيد العميد عسكريا، شنو الفرق بين الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة؟ ثم فرق. الباليستية تصعد تخرج من الفضاء الجوي، تخرج تماما ثم تسقط بسرعة خارقة على الهدف نتاعها. هي نفس الباليستية، هي نفس الصواريخ النووية. الفرق اللي واحدة تشد الساس واحدة تشد الثلج، واحدة كي كروز معناها يتم التحكم فيها اما عن طريق الفيديو او عن طريق القمارة الصناعية، وتوجهها يعني كان الطائرة توجه فيها، لكن سرعة كبيرة برشا. الفرق بين المسيرة اللي هي بطيئة والصواريخ المجنحة، الصواريخ المجنحة سريعة جدا جدا جدا، يعني توصل تقريبا 5000-6000 كيلومتر في الساعة، يعني فما فرق. بينما الصواريخ الباليستية تخرج من الغلاف الجوي وتكون أكثر الوقت رحاملة للرؤوس نووية، نفهم بحاجة، ثم تطبق تنزل بقوة يعني فيرتيكال، تهبط عموديا على الهدف بسرعة كبيرة برشا. واضح، وهذا باش نحكيو فيهم بعد، لأنه السؤال كان اللي يحب يضرب علاش يختار النوعية متاع الصواريخ اللي أقصاها 200 ولا 180 كيلومتر في الساعة، يعني يعطي الوقت والإمكانيات للعدو أنه يتصدى. معناه نحكي على 8 سوايع باش تخلط. أنت تقول أعطاه وقت؟ بالعكس، خلوهم عايشين في هستيريا. هو الهدف البسيكولوجي صار، لابد أنكم تشوفوا اليوم مش قاعد يسير في إسرائيل. راو تعرف شعب جبان، راو شعب 9 ساعات هذيك كانت أحلك أسود ساعات في تاريخ إسرائيل من عام 48، أحلك ساعات أقوى حتى من 7 أكتوبر. ليش؟ 7 أكتوبر كانت في مكان جغرافي معين، لكن هذه كل إسرائيل، كل فلسطين محتلة كانت تشتعل، وناس ترعش خايفة، وناس في الدهاليز، وسفرات 9 ساعات. تصور أنت روحك في مكان 9 ساعات وسفرات الإنذار تدوي، والناس هاربة، والمدارس مسكرة، والإدارات مسكرة، وناس هاربة في الطرقات فارغة، يعني شبح حرب عجيب. إذن كان مقصودا باش يكون يعني تداعيات بسيكولوجية رهيبة، ونجحوا نجاحا باهرا في هذا. يعني كل العالم انتظر 8 ساعات شنو باش يصير عند وصول هذه المسيرات الإيرانية.